السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم شقة في مجمع ضخم جدا، مجمع اسمه بيرلانتا 1001 في منطقة بوستبا. المجمع فيه زي ما قلت لكم 1000 وحدة سكنية. الشقة عبارة عن 3 غرف وصالة، مساحتها 160 متر مربع في الدور الخامس، ذات إطلالة مميزة على الطبيعة وأيضا على البحر. خدمات المجمع: موجود مسبح مغلق للنساء ومسبح مغلق للرجال، صالة فتنس للنساء، صالة فتنس للرجال، بالإضافة إلى الملاعب الرياضية الخارجية وأيضا الجلسات العائلية وكاميرات المراقبة، وما ننسى أيضا أنه حراسة أمنية على مدار الأسبوع 24 ساعة على مدار الأسبوع. وأيضا نسيت أقول لكم أنه موجود في سوبر ماركتات عدد تقريبا 2 إلى 3 بكبر المجمع، يعني تعتبر مدينة مصغرة في منطقة بوستبا. موقع المشروع أو موقع المجمع في منطقة بوستبا، قريب من الميدان، قريب جدا من حديقة الشاي المعروفة للسياح، وقريب أيضا من ميدان طرابزون. المسافة بين الموقع والميدان 5 دقائق، ومن الموقع إلى المطار تقريبا 10 دقائق. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل أكثر على أرض الواقع، نشوف إطلالة الشقة ومساحة الشقة. تفضلوا معنا. وصلنا الدور الخامس. زي ما تشايفين موجود مصعدين، وفي الدور الواحد موجود 4 شقق. مخرج الطوارئ أيضا موجود في الممر. نتوجه إلى الشقة. الشقة هذه رقمها 23 في الدور الخامس، 3 غرف صالة. وصلنا الدور الخامس، شقة 3 غرف صالة، مساحتها 160 متر مربع. مدخل الشقة من هنا، عندنا الانترفون جاهز. يسارنا عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي. ويميننا المطبخ. لو تلاحظ المطبخ جاي طرف واحد، دواليبه راكبه، اماكن الاجهزه الكهربائيه مجهزه، مساحته ممتازه. نقدر نحط قطعه ثانيه هنا او طاوله سفره اضافيه بهذا الجهه. لها بلكونه خاصه فيها. البلكونه هذه اطلالتها على الشارع الخلفي. راح يكون هنا الشارع اسمه سليمان القانوني، شارع طريق جديد يعتبر كخط دائري إضافي في طرابزون. نكمل تفاصيل باقي الشقة. الكوريدور زي ما انتم شايفين موزع الغرف جاي من هذا المكان. عندنا ديكورات سقفية وإنارات موجودة في هذه الشقة. بجوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى. كمساحة الغرف ممتازة، أقدر أقول 3 أمتار في 4 أمتار. مساحتها جيدة، يكفي لعدد 2 من الأسرة الفردية مع دواليبها وإطلالتها على الشارع الرئيسي اللي قلناه. الكوريدور مع الغرف إجمالا كلها باركين درجة أولى. نجي هنا على الصالة، مساحتها كبيرة 30 متر مربع أقدر أقول، وإطلالتها المميزة إطلالة على البحر. عندنا إطلالة الطبيعة وإطلالة البحر أيضا. الشقة زي ما قلت لكم في مجمع 1001 الماسة. يعتبر المجمع هذا من أكبر مجمعات منطقة بوستبا. في مخرج للبلكونة، المخرج هذا يطلعنا على البلكونة التابعة للصالة، إطلالتها أيضا على جزء من الطبيعة، وعندنا إطلالة البحر. شيء جميل ورائع. نكمل مع بعض، نطلع من الصالة نتوجه لباقي تفاصيل الشقة. ما ننسى أيضا أنه موجود التدفئة المركزية في كل الغرف والصالات. والشيء الإضافي كمان اللي أحب أنوه عليه أنه وصل الغاز الطبيعي في هذا المنطقة، يعني إن شاء الله خلال
الأشهر القادمة راح يكون تمديدات الغاز راكب وجاهز في كل الشقق. نجي هنا على الغرفة الثانية. مساحة الغرفة هذه أصغر بشوي من الغرفة اللي قبلها، أقدر أقول مساحتها 3×3 أو 3×3.5 تقريبا مساحتها. بجوارها دورة المياه الرئيسية، الدورة هذه تخدم الشقة ككل، دورة مياه كبيرة، مروش جاكوزي، عندنا الكلوزيت والمغسلة ومكان خاص بغسالة الملابس. أخيرا نجي لغرفة الماستر. غرفة الماستر مساحتها 4×4 أقدر أقول، مكان خاص للسرير وأماكن توزيع باقي تفاصيل غرفة النوم، ولها دورة مياه خاصة فيها، دورة مياه مروش مع مغسلة. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن شقة في مجمع الماسة 1001 في الدور الخامس، مساحتها 160 متر مربع. أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات أسفل الفيديو. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.